السلام عليكم. سلام. اه هاك تقرا في مجلة انت؟ شنو شريت بلاي ان واللي تحقر فينا معناها؟ ها؟ حتى انا نشريت بلاي ان، بربي حبيت نسلك. عم محسن الشلويش هذاك اللي بيع لي، ولدي عطاني مع البلاي، عطاني مع سي دي، ولدي مش عادي السي دي، اما يعمل لي ذي لعبة جديدة ودرسنية بدرشقة الدنيا ومزيد ما بديتهاش انا، محليه السي دي من برا هو يظهر، قولي تعرفها ولا ايه؟ وري وري. ها؟ نز ناحية من قدامي نتفرج في متل جير وانتي تحكي لي على اللعبة حتى اسمها ما يعرفوا حد. هايك 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 هذيك هي. ها؟ عام 89 فما فيلم هبط اسمه سويت هوم، وما هبط كان في اليابان. الفيلم يخوف عادي، كونسبت معروف. في الفيلم فما مجموعة ماشيين يكتشفوا قصر قديم فارغ تبع عبد معروف، ولا يصيروا كما اي فيلم رعب برشا حاجات غريبة. يا اخي كابكوم عجبها الفيلم وجابت بروديوسر بي دوب يخدم هورر جيم بنفس الاسم سويت هوم. ومن الجروب اللي خدم الفيلم هذا فما وجه معروف اسمه توكورو فوجيوارا، هو ديزاينر وديفلوبر فرد وقت، وخدم برشا جيمز كابكوم كما كوموندو، جوست اند جوبلنز، ميجا مان وبرشا اخرين. وجابوا عمك فوجيوارا قالوا له ما تخافش راكش تعمل جيم على كيف كيف، ماكش لازمك تكون مرتبط برشا بالفيلم، المهم كونسيبت من بعيد لبعيد يكون نفسه. تخرج لنا بعدك جيم اسمه سويت هوم، وكان سيرفايفل هورر ار بي جي جيم زاده، وهبطت على الفامي كوم، ومهبطت كان اكسكلوزيف في اليابان، ولقات قبيل من عباد خاطر كانت حاجه جديده، قبل الهورر جيمز ما كانش موجودين برسك جمله. وبعد مده ما يطابت اللعبه هذيا يهبط حاجه خويا الغالي تفرقع على الكره الارضيه واللي هو البلاي ان. بعد الصراع الكبير بين سوني ونين تندو ودخلت مغادي فيليبس، وبعد ما كليت بعضها كابكوم كعادتها مع كل كونسول يابت جديد لازم طابت فيه جيم ولازم تدشنو، ولان كابكوم قالت لازم فرانشايز نكتسحوا بها العالم مره اخرى كل عاده مش مره اخرى، خاطر ديجا كابكوم من نص الدنيا معروفه. ولان يخرج العملاق فوجيوارا اللي خدم سويت هوم، والسيد شاف المره هذه للهورر نجم يكون جانرا جديده تكسر الدنيا في الجيمين، خاطر تحب ولا تقرا سويت هوم ما كانتش كل لعبه اللي ترش قد الدنيا، ما عطاتش الديفينيسيون بالرسمي، ما وصلتش العباد بالرسمي شنو كيف نجم يكون الهورر في جيمينج. وبدات اوفيسيال مون خدمه بعد ما جابوا بارش عباد منهم ديزاينر اسمه كوجي اودا، وبدا يخدموا على اللعبه الكود نيم نتاعها هورر جيم، كان باش تعبت على السوبر فاميكوم. اما المشكله اللي الخدمه ما مشيتش مريقله بالبي وكانت عكستهم شويه، خاطر السوبر فاميكوم ضعيف بارش قدام البلاي ان اللي سهل على عباد الديفلوبمون. يا اخي نقلوها قالوا نبعثوا السوبر فاميكوم يزمر ونخدموا على البلاي ان. وصل الخدمه مع العباد اللي قلت جابوا قبل كوجي اودا ديزاينر هذاك، جابوا بارش عباد اخرين ومنهم تشينجي ميكامي، خاعدوا كونسيبت من جديد بعد ما جابوا بارش عباد كما قلت لكم، واتفقوا للجيم باش تكون هورر كونسيبت سويت هوم، واتفقوا زادا للجيم باش تكون فيرست بيرسون باش البلاير نجم يرى كل شيء قدامه، في بالهم اللي باش يزيد من عامل الرعب كان يعملوا اللعبه فيرست بيرسون. اما ميكامي بعد ما عملوا البروتوتيب تاع اللعبه، ميكامي ما عجبتوش اللعبه، حاسها تشبه بارش الدوم سيستم تاع فيرست بيرسون خاصه. ولكن في المقابل التيم اللي قاعد يخدم على ريزدنت ايفل شاف اللعبه غادي ما تخيب الجملة. اللون ذا دارك اللعبة هبطت على ميس دوس من الاول، وبعدك عملوا لها بورت ل 3 دي وبرشا بيسيات اخرين، والكونسيبت نتاع اللعبة كان جديد على الاخر، واللي يلعب ريزنتيف الاولى ويمشي يلعب توا اللون ذا دارك توا يراه اللي بريسك برشا حاجات مأخوذين من اللون ذا دارك، اما حسنوا فيهم، وخاصة اكثر حاجة شدت انتباههم الكاميرا الفيكس والموفمون نتاع البلاير، وفي الاخر اتفقوا على الجيم بلاي نتاع اللعبة باش يكون كيما لون ذا دارك، كاميرا فيكس وانت ماشي. ووقت الديفلوبمون تبدلوا برشا حاجات، منهم الوحوش كانوا جوس ما كانوش زومبي، اما باش ينجموا يستغلوا الوحوش هذوما في الكومبا قرروا انهم يردوهم زومبي باش تخلي اللعبه فان اكثر خير من اللي حاجات تطير وما تراهمش. وزاد عملوا بروتوتيب كواب اللعبه، اما البلاي ان كما نجمش يخدمها. وزاد حبوا يزيدوا فيتشر واحده اخرى اللي البلاير ينجم يبدل السلاح من غير ما يدخل الانفنتوري نتاعه ويقعد يبدل، اما كيف كيف زاد كانت ماشي في كاس الديفلوبمون نتاعها على البلاي ان، وتبدلوا برشا حاجات اخرين. والماركتينغ والشهر اللعبه هذيا كانت حاجه ما صارتش، من الاول كانت فكره نتاع شيجي ميكامي انهم باش يعملوا السينماتيك هذية لايف اكشن باش تكون انترودكشن للجيم. اما قبل الماركتينغ وكل شيء لازمكم تعرفوا رو قد ما شركة كابكوم كانت عملاقة في الوقت هذاك، اما ما تنجمش تحمل المصاريف تاع ريزدنت ايفل، راي اللعبة كليت لهم فلوس زرقاء اكثر، قولوا احنا خلينا نقولوا الدوبل نتاع اللي كان ماشي في بالهم في مخهم، خاطر شركة كابكوم راه لازمكم تفهموا شركة ببلشي في الجيمز ولا تصنع في الجيمز ولا الله اعلم، راهي ما عندهاش لعبة بركة تتلعب، راهي عندها 20,000 جيم وعندها 20,000 استوديو، وكل واحد لازم تمويلات هو بيدو، خاطر
هو بده بشي يعمل جيمز. ما تبدأش توقف في الخدمة الكل على جرد لعبة اسمها Resident Evil وما زلت ما هبطتش أصلاً والعبيد ما تعرفش شنو بتقول عليها، وحاجة جديدة لعبة أورر اللي العبيد ما كانوش مستنسين بها واللي أصلاً اللي جو الأورر ما كانوش يعملوا مبيعات. والماركتينج تاع لعبة كينثكي العملاق تشينجي ميكامي قال لازم نعملوا ديمو للعبة ونهبطوا في البلايس الكل. وبدت الخدمة كيكة، بدت من الأول ديموز هذوما يتعديوا في اليابان في الحوانت اللي بيعوا الكونسوليت ولا اللي بيعوا الجيمز ولا اللي عندهم علاقة بالجيمينج بصفة عامة، ودوما تدخل من الباب يقولوا لك يتفضل تحب تجرب لعبة جديدة اسمها Resident Evil أي ولا. وشوفوا Resident Evil مغادي كيفاش، مع تريت نهار اللي واحد يدخل الحانوت تكيب بالزهر طاردوا عينيه على لعبة كيما Resident Evil راهو ما ينجمش يشد روحه، خاطر حاجة كانت سابقة عصرها برشا. نحكيو على الجرافيك والفيجوالز تاع اللعبة من بعيد. وبار هذايا كان فما زاد وقت اللعبة هابطة Street Fighter Zero هي معروفة في اليابان واسمها Street Fighter Alpha، كيف باعوها العباد ما باعوها مع زاد سي دي ديمو نتاع Resident Evil، قالوا برا هاوك ديمو حل جرب وحطه في البلاي ماك خاسر شيء. وقت العباد كانت عايشة مع بعضها يا خويا الغالي، اللي يجرب لعبة الناس الكل تمشي تعطيها لأصحابها، الناس الكل تدور بينات بعضها، معناها الأخبار الكل موجودة تدور كيف ترشقت الدنيا. ولهنا في الأخر بالكل عام 96 تهبط لنا اللعبة اللي ديفينيت جانرا جديدة واللي هي اللعبة. تبدأ بسينيماتيك لايف اكشن وتعرفنا على برشا شخصيات واللي باش نعرفوا زادة بعديك الباكستوري متاعهم، خاصة في Resident Evil Zero وكود فيرونيكا. اليوم كريس ريدفيلد، جيل فالنتاين، باري بيرتون، ريبيكا تشامبرز والبرت ويسكر، وباش تلعب زوز منهم كاو كريس وجيل، وكل واحد عنده القصة متاعه بعيدة على الاخر، ولازمك تلعب الزوز باش ياخذ فول اكسبيرينس اللعبة باش تفهم السيناريو وشنو قاعد يصير بالضبط في اللعبة. الاحداث نتاع اللعبة تصير في مدينة خيالية اسمها راكون سيتي، وين شافوا حالة غريبة نتاع عباد موتة وعائلات يتقتلوا وياكلوا فيهم، ولهنا هزوا فرقة جديدة يخدموا في ستارز، واليوم يخدموا عند RPD راكون بوليس ديبارتمنت، وهم يحوسوا فما زوز باش يضيعوا ريبيكا تشامبرز والبرت ويسكر، والبقية باش يتحصروا في أكثر قصر معروف في الجيمينج في قلب غابة في راكون سيتي. لأن تبدأ مغامرة وين أول ما تبدأ باش تكتشف في التريد مارك تاع Resident Evil الأول واللي هو الزومبي والكاتسين المعروفة نتاعو، ونتعديو برشا استاجيات تعطيو نكهة مميزة للعبة وقويت في السرفايفل هورر اللي تميزت بها اللعبة كيما الأفعى وبعد القروشة والزومبي والكليب والبوس فايت الأخرى مع تايرنت وغيره. فبرش حاجات ميزت اللعبة على الاخرين اللي في السوق وقتها، منهم فاست كاميرا الفيكس اللي تخلي البلاير ما نجمش يتوقع شنيا قدامه واللي تصنع نوع من الغموض، والتانك كونترولز هذوكم اللي اغلبية الجيمز كانوا كيك هما وقتها اللي ديما تهز بالفلاش القدام وتحرك البلاير يمين ويسار كمش تبدل الديريكسيون. زاد البلاصة الضويقة وكثرة البيبان اللي تخلي عبد يضيع وما يعرفش على روحه وين. بالنسبة للهيل تجفي لي روح بالحشيش هذايا، اما القوة متاع اللعبة لهنا فمش هيل في البلايس الكل، معناه لازم تكون ماخذ حذرك، خاطر كان تموت راح الغالي راح. اللعبة بريس كروغلايت معناتها كان تموت تخرج لك اللعبة وما ترجع كان بسيف جيم اللي انت عملتها قبل كما اغلبية الجيمز وقتها. اذا كان معملش تلعب اللعبة معناتها ما تقولش بعديك ما قلت لك شيخ. والانفنتوري ماهوش كبير، وهذا اللي لازم عليك انك تموت يري وتعرف كيفاش تمانجي وتهز كان لحاجتك بيه في طريقك وتنحي الحاجات الزايدة. اذا كل بنية جنرة جديدة باول جيم، خلينا نقولوا اول جيم بطريقة اوفيسيال ونجمو نحكيو عليها، صنعت جنرة جديدة كما قلتلكم سيرفايفل هورور اللي اخذوا عليه برشا جيمز بعد كيما ديد سبيس اللي كانت الاسبيراسيون نتاعها 100% Resident Evil. هذيك علاش لازمكم تفهموا قوه الامباكت اللي عملته Resident Evil، خاطر ما غيرها ممكن نراو تاع الجيمينغ بطريقه واحده اخرى جمله، خاطر Resident Evil بالرسمي حدد عرس وصنعت برشا مفاهيم جديده وفكت بلاصتها، خاصه انه عام 96 عندي انا واحد من اقوى العوام اللي صاروا في الجيمينغ، معناتها اللعبه كانت رايب بقدرها قدام ماريو 64 معناه، وفكت برشا بلاصتها قدام الجيمز هذوما المعروفين. اما ذي كل خوي الغالي ما يمدعش لي الفويس اكتن تاع اللعبة. That was too close. You were almost a Jill sandwich. Oh, hell no. ولكن حتى مع الفويس اكتن خوي الغالي الضحكة تبقى اللعبة فكت بلاصتها في الجيمينج في قلوب العباد وعجبت برشا عباد وقتها، وكانت بداية موفقة المنتخب ودخول بقوة للجيمينج.